طيب دكتور محمد، ننتقل حقيقة إلى التفجيرات، استهداف مساجد للشيعة في جمعتين متتاليتين. كيف وصلتكم رسالة التنظيم وكيف تردون عليه؟ أنتم تعرفون بأن هذه المشكلة كانت موجودة في البلد، والقوات الأجنبية كانت لها وجود مكثف وبشكل كبير وعميق في البلد. كانت للقوات الأجنبية هناك مطارات في اختيارهم، وكانت لهم الدبابات ولهم جنود بالآلاف والمخابرات والرجال الأمنيون وغيرهم، يعني كانت لهم كل خيارات متاحة لهم وموجودة في البلد. وكانت مثل هذه المشاكل لها وجود جغرافي في بلدنا، في شرق البلاد من قرهار وكنر، وفي شمال البلاد في جوزجان وفي فرياب. وفي حينه استطاعت الإمارة الإسلامية والحمد لله أنها كانت تقاتل في ثلاث جبهات، جبهة في مقابل القوات الأجنبية، وكانت جبهة في مقابل إدارة كابل التي صنعتها القوات الاحتلال، والجبهة الثالثة هؤلاء. ونحن استطعنا أن نقضي على هؤلاء، مع أنه كان هناك هؤلاء يساندون ويساعدون من قبل إدارة كابل ومن معهم، وهناك أدلة على ذلك قد خرج للإعلام أيضا. وهناك كان حتى كبار مسؤولي في إدارة السابقة هم بأنفسهم قالوا على مستوى الوزراء ووكلاء البرلمان ونواب البرلمان، هم قالوا بأن نحن نعرف بأن هناك في إدارة كابل رجال على مستوى رفيع جدا هم يساندون ويساعدون هؤلاء. والدليل على ذلك أن جاءت هناك، نحن لما هناك بدأ القتال بيننا وبينهم وضاق بهم الساحة أو الأرض، جاءت طائرات خاصة استقلت هؤلاء إلى كابل. وكانوا هؤلاء بعض الأفراد موجودين، كان هناك يقول بأنهم في السجن، ولكن لا نعرف أين، هل كان هؤلاء في ضيوفا أو كانوا في السجن، لا نعرف هذا.